صعبة جدا، مباراة صعبة ليفربول ضد أتلانتا بإياب دور ربع نهائي للدوري الأوروبي. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. مباراة صعبة جدا، حتى الآن يتقدم ليفربول 1-0 عن طريق ضرب الجزاء، هذا كان في الشوط الأول. وقد شهدت مباراة الذهاب بين الفريقين مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة ليفربول في إنفيلد وأمام جماهيره ب3 أهداف دون رد، لتكون المهمة صعبة على رفقاء محمد صلاح في مباراة العودة هذه. طبعا إحنا اليوم بنشجع الفريق ليفربول. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا بالجميع. مباراة صعبة ما بين الفريقين وصعبة على ليفربول، نتمنى فوز ليفربول إن شاء الله تعالى. يا ريت الأخوة الحضور اللي ما اشترك عندي في القناة يشترك، واللي ما حطش لايك أتمنى يحط لايك واشتراك في هذه القناة. مباراة مهمة جدا، مباراة ليفربول، حتى الآن ليفربول متقدمة بضربة جزاء. طبعا صاحب ضربة الجزاء هو كان محمد صلاح. كمان مرة يا ريت اخواني واخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. مباراة مهمة جدا جدا، هذه مباراة الربع النهائي.